بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حميد حسن العدينة فيما يبدو، مقيم في الرياض. أخونا يسأل ويقول: المهنة أولا جزار قفار، أنا أصلي وملابسي يوجد بها دماء، فهل تجوز صلاتي بهذه الملابس مع أني لا أقدر أغير ملابسي عند مواعيد بالصلاة؟ أرجو أن تتفضلوا بإفادتي وتوجيهي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أنه مطلوب من المسلم الطهارة للصلاة في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي فيها، وكذلك مطلوب منه التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. وما ذكره السائل من أنه يصيب ثيابه شيء من دم الذبيحة أو الذبائح لأنه يشتغل جزارا وأنه تأتي عليه الصلاة وهو في أثناء العمل ولا يستطيع تغيير ثيابه، فالجواب عن ذلك أن الدم فيه تفصيل، كما كان من الدم المسفوح الذي يشخو من أوداج الذبيحة عند ذبحها فهذا نجس، يجب غسل ما أصابه من الثوب أو غيره، ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه هذا الدم المسفوح الذي يخرج من أوداج الذبيحة عند ذبحها. أما الدم الذي يتبقى في العروق وفي اللحم فهذا معفو عنه، ولا بأس أن يصلي بثوب أصابه هذا الدم لأنه ليس بنجس. الدم الذي يبقى في اللحم يبقى في عروق الذبيحة بعد ذبحها هذا دم طاهر لا يؤثر على الصلاة، فعلى السائل أن يعرف نوعية هذا الدم، إن كان من النوع الأول فلا بد من غسله وتطهير الثوب منه للصلاة، وإن كان من النوع الثاني وهو الدم الذي يبقى في اللحم وخلال العروق فهذا لا بأس به. مع أنني أوصي هذا السائل أن يتخذ ثوبا للصلاة ويجعله عنده، فإذا أراد أن يصلي فإنه يخلع ثوب المهنة ويلبس الثوب النظيف الصلاة. الله تعالى عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول مقيم في المملكة ويقول في قضية له: في أكثر من سنة جمعت مبلغا يتجاوز 65,000 جنيه سوداني وأرسلت هذا المبلغ، وبعد فترة سافرت إلى السودان وصرفت من هذا المبلغ 25,000 في زواجي، وباقي المبلغ شاركت به أحد إخواني في آلات زراعية، لكني مع الأسف الشديد لم أزكي هذا المبلغ وله الآن أكثر من سنتين، فكيف أزكيه؟ هل أزكي المبلغ كله 65,000 أم أزكي الباقي وجهوني؟ جزاكم الله خيرا. ما حال عليه الحول لأن دار عليه 12 شهرا وهو يبلغ النصاب أكثر من النقود فإنه تجب فيه الزكاة، فهذه الجنيهات التي ذكرها السائل بهذا المبلغ الضخم يجب عليه أن يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر إذا تم عليها الحول، ولو تكررت السنين فإنه يخرج الزكاة فيها عن كل سنة، وما أنفقه منها في أثناء الحول قبل تمام الحول إنه لا زكاة فيه، أما ما دار عليه الحول وهو موجود في ملكه فإنه يزكيه. وما ذكره من أنه شارك في بقية هذا المبلغ مع أخيه في آلات زراعية، إذا كانت هذه الآلات يقصد بها البيع لطلب الربح فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها التي تساويها عند تمام الحول بأن تقوم بما تساوي ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها، زادت عن الثمن الذي اشتراها به أو نقصت أو ساوته. أما إن كانت هذه الآلات الزراعية تقصد بها التأجير أن يؤجروها للمزارعين عند الحاجة فهذه ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة
في غلتها وإجرتها إذا حال عليها الحول، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة جدا، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، وصفت نفسها في نهاية الرسالة بالأوصاف التالية، تقول: الحائرة المعذبة ذات الفكر المشوش والنفس المزعزعة التي تطلب من الله العلي القدير أن يهديها إلى الطريق الصحيح. ربيعة المسلمين. أختنا حتى خطها مشوش، فمعذرة إذا لم أقرأ الرسالة كاملة. ملخص ما فهمته من هذه الرسالة رغم رداءة خطها أنها كثيرة الشك في الصلاة والوضوء والغسل وفي تلاوة القرآن الكريم وفي طهارتها أيضا، ترجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بتوجيهها لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء، جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكرته السائلة مرض نفسي، وهو وسواس وهواجس بسبب تسلط الشيطان عليها، فعليها أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأن تكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وسيذهب الله عنها هذا الوسواس، لأن الشيطان يطرده ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله بالوسواس الخناس، وسواس إذا غفل العبد عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر العبد ربه فإنه ينخنس ويبتعد. عليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ويبتعد عنها الشيطان، ولا سيما آية الكرسي، فإن آية الكرسي لها خاصية في طرد الشيطان، قد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وعموم ذكر الله يطرد الشيطان، ولكن بعضه أقوى كثيرا من بعض. عليها بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، خصوصا آية الكرسي والمعوذتين، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك عليها أن لا تلتفت إلى الوسواس أو تتأثر به أو تنفعل معه، بل عليها أن ترفضه رفضا تاما ولا تلتفت إليه، فإنه سيذهب عنها بإذن الله، وإنما يزيد عليها إذا اهتمت به وانفعلت معه وألقت له بالها فإنه يزيد عليها. أما إذا لم تهتم به ولم تلتفت له وأقبلت على صلاتها وعلى عبادتها فإنه لا يضرها. وكذلك إذا تطهرت مثلا وتوضعت فإنها لا تلتفت إلى الوسواس، لأن الأصل الطهارة. كذلك إذا صلت لا تلتفت إلى الوسواس بعد فراغها من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو أمرنا أن الإنسان إذا صار عنده شك بعد الوضوء، إذا صار عنده شك بعد الوضوء هل انتقض وضوءه، أنه يمضي ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، إنه إذا تطهر فإنه قد ارتفع عن الحدث يقينا، وكونه شك في انتقاض الوضوء هذا لا يؤثر على اليقين. من هنا قرر العلماء قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذه القاعدة إذا استصحبها المسلم فإنها تريحه من وساوس كثيرة. وقد يكون مع هذه المرأة أمراض عصبية، فعليها أن تراجع الأطباء أيضا ليعالجوها، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تنصحونها بأن تذهب إلى أحد طلبة العلم المخلصين الربانيين كيما يقرأ عليها لعلها تستفيد؟ نعم، هذا من ذكر الله، ولا تذهب إلى أحد العلماء الموثوقين في عقيدتهم وعلمهم ليقرأ عليها من القرآن وليرقيها من كتاب الله، هذا أيضا من أعظم الأدوية النافعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هل تحذرونها من شيء آخر شيخ صالح؟ نحذرها أن تذهب إلى المشعوذين وإلى الدجالين والكهنة، لأن هؤلاء يكذبون على الناس ويستغلون حاجتهم ويغيرون عقائدهم. نحذرها من الذهاب إلى المشعوذين والدجالين، وأن تذهب إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل الفقه دون الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله محمد داود إبراهيم من الرجل. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت من هذا البرنامج، وله في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: هل في تأخير كفارة يمين إثم على شخص حلف على أمر ولم يقدر عليه، على الرغم أن هذا الحلف مضى عليه فترة من الزمن ولكن يؤجل حتى تصبح الظروف أحسن، جزاكم الله خيرا؟ على كل حال، كفارة اليمين دين في ذمته لله سبحانه وتعالى، يجب عليه المبادرة في أدائه عند الإمكان، بقوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. كل ما بادر المسلم في أداء
الواجب عليه فإن هذا أفضل وأبرع لذمته. وإذا كان أخر إخراج الكفارة لعذر أن كان فقيرا لا يستطيع أن يكفر، الله جعل لها بديلا وهو صيام. إذا كان لا يستطيع أن يكفر بالمال عن اليمين فإنه يكفر بالصيام. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أما إن كان غنيا ويقدر على التكفير بالكسوة أو بالإطعام أو بالعتق فإنه يجب عليه المبادرة لذلك ولا يتأخر، لأن هذا واجب في ذمته، شاغل لذمته، مطالب به من قبل الله سبحانه وتعالى، عليه أن يبادر ولا داعي أو لا مبرر للتأخير. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حمزة علي وحسن. عمنا يقول: أنا أبلغ من العمر 72 عاما وأصبت في عام 1411 هجرية بالتهاب في المفاصل الركبتين بسبب كبر سني، وقد نصحني الدكتور معالج أخصائي العظام بعدم الجلوس أثناء تعدية الصلاة على رجلي، وكلفني بالجلوس على كرسي أثناء السجود والتشهد، وفعلا أصلي حاليا حسب تعليمات الطبيب، ولكن بسبب هذا الكرسي يحصل مني 3 حركات في الصباح و5 حركات في المغرب و7 حركات في باقي الصلوات، وهو جذب الكرسي عند السجود وإعادته عند القيام. وسؤالي: هل هذه الحركة تؤثر على الصلاة والدهون؟ جزاكم الله. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. المريض يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا. ثم ذكره السائل من أنه أصيب بمرض المفاصل وأن الطبيب نصح له أن لا يجلس على الأرض أثناء الصلاة وإنما يجلس على كرسي. هذا أمر لا بأس به، يجلس على الكرسي في أثناء الصلاة بدلا من الجلوس على الأرض إلى أن يشفيه الله. وكونه يحرك الكرسي أثناء الصلاة من أجل أن يجلس عليه أمر لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى بلجرشي عبر رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة: فحامين، أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها جمع آخر من الأسئلة. تقول في أحدها: هل الخروج من المنزل لفتاة غير متزوجة بموافقة والدتها دون والدها الذي هو غير موجود، ثم بمعرفته في بعض الأحيان ومعرفة الأم، هل يجوز خروجها للسوق ولكن ليس في كل وقت؟ أرجو أن توجهوني وتوجهوا أمثالي، ولا سيما إذا خرجت الفتاة دون ما حاجة وإنما لقضاء وقت الفراغ. جزاكم الله خيرا. المعروف من دين الإسلام المحافظة على المرأة وأن تبقى في البيت، لأن ذلك أحفظ لها وأحفظ لكرامتها وعفتها، ولا سيما إذا كانت شابة لم تتزوج فإن الخطر عليها شديد. والله تعالى يقول لنساء نبيه: وهو عام لكل نساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن في بيوتكن من القرار وهو البقاء في البيت، فالمرأة المسلمة مطلوب منها أن تبقى في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة. حتى الصلاة في المسجد كونها تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا من الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن المسجد موطن عبادة موطن طاعة، ورجحت الصلاة في البيت في حقها على الصلاة في المسجد، مما يدل على أن الإسلام يطلب منها مهما أمكن أن تبقى في بيتها لا سيما الشاب. وأما الخروج لحاجة فلا بأس به، ولكن بشرط أن تكون متستر تمام التستر، وأن لا تكون متطيبة ولا مظهرة لدينتها، وأن يكون خروجها بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بخروجها من أجل الحاجة، أما خروجها لغير حاجة فهذا لا يجوز لأنه يعرضها للفتنة. كذلك خروجها ولو لحاجة إذا كانت غير ملتزمة بالشروط المذكورة من تجنب الطيب وتجنب الزينة وتجنب السحور، إنها لا يجوز لها أن تخرج على
هذه الحالة. قال الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج المرأة معناه تزينها وإظهار زينتها عند الخروج، لأن هذا ترتب عليه فتنة عظيمة. وما وقع في المجتمعات التي لا تبالي من الهلاك والدمار وخراب الأخلاق إلا بسبب التساهل في أمور النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما هلك بنو إسرائيل بسبب نسائهم وتبرجهن وعدم التزامهن بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. لابد من فضيلة الشيخ صالح من كلمة لولاة الأمور. ولاة الأمور من آباء الفتيات وأزواجهن وإخوانهن، وكذلك ولاة أمور المسلمين الولاية العامة من الأمراء وأصحاب المسؤولية في الهيئات، كل هؤلاء من ولاة الأمور. بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب عليهم أن يحافظوا على نساء المسلمين، يجب على صاحب البيت أن يحافظ على نسائه اللاتي في بيته، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكذلك على أصحاب السلطة من رجال الهيئات والأمراء، عليهم أن يرعوا أحوال المجتمع الذي تحت أيديهم، فيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويمنعوا من تبرج النساء واختلاطهن بالرجال، ويتابعوا أحوال المسلمين ويتفقدوا أمورهم حتى يعالجوا ما يقع من هذه المشاكل بحكمة وروية، حتى يبعدوا المجتمع ويبعدوا البيوت ويبعدوا الأسر عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا أهمل هؤلاء مسؤوليتهم الخاصة والعامة حصل الفساد في الأمة وخربت الأخلاق. النبي والشاعر يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلا يتساهل في أمر الأخلاق بدعوى أن هذا من الحريات، أو بدعوى أن وجود الثقة كما يقولون الرجال والنساء. شيطان يتسلط والإنسان ضعيف إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى وإعانته عليه. على ولاة الأمور الولاية الخاصة والولاية العامة يتقوا الله في من تحت أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمن أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن المتابعة.